في ولاية باتنا، لكنه رفض الحديث إلينا. ودائما متابعة لهذه القضية تلتحق بنا شقيقة هذه السيدة الحامل، سيدة صباح أبو معرف، شقيقة المريضة. صباحك سعيد، أهلا بك. صباح الخير. صباح النور. بداية نريد فقط أن نطمئن على صحة المريضة، هل صحتها تحسنت أو تدهورت؟ هي صحتها كما راهي، ضلعها مازال من فوق، مازال بدا البلاصه هذيك اللي فيها لابور بدات تكحل. ما كان حتى جديد للساعه هذه باش يدخلوا ولا ما كان والو. البارح خرجها الزوج نتاعها عاودت ليكو دوبلار، قالوا في ليكو قالها ما قدرتش نشوف هذيك البلاصه لانه ملتهبه والدم مكبد فيها، ما على بالنا ما زالت في بلاصتها ولا لابور هذيك مشات في البلاك تركت. هي مازالها في المستشفى او مازالها في المستشفى؟ مازال، لكن لحد الساعة ما كان حتى جديد. نذكر بأنه شقيقتك هي حامل في أي شهر؟ في الشهر الثامن، يعني على حسب لاماتير نتي اليوم تدخل في شهرها، اليوم تدخل التاسع إن شاء الله. يعني ربما بعد هذا الخطأ الطبي فيه خطر عليها وعلى الجنين؟ الجنين يعني تكلمنا مع الجينيكولوج قالت لنا الجنين راهو في صحه يعني جيده الحمد لله. ولكن احنا المشكل تاعنا درك في دراعها البرا، مادام ليكو دوبلار يقول لك احنا ما قدرناش نشوفوا هذيك البلاصه، مازالها البرا تما ولا تحركت، البلاصه هذيك ملتهبه والدم مكبد فيها ما قدرنا نشوفوا والو. هل يعني اتصلتم بالمسؤولين على مستوى المستشفى، تحدثوا معاكم، ربما هل أجروا عليها تحاليل؟ البارح العشيه بعد الزياره قالت لي جاوا عاودوا لي كامل لي زاناليز. علاه ما فهمناش، ما كان حتى تدخل من لي زاناليز تاع البارح، ما كان حتى تدخل لحد الان. نعم، وراسلتوا ربما الجهات المعنية المختصة خاصة عندما يتعلق الأمر بخطأ طبي، هل اعترفوا أنه ارتكبوا خطأ طبي في حق شقيقتك سيدة الحامل؟ كي اتصلنا أول مرة بمدير المستشفى قال كان ما الحالة هذه أنا ما علموناش يعني المسؤولين على الحالة، مدير هكذا يقول، قال لك انا ما علمونيش، درك كي علمتوني نتخذ الاجراءات نتاعي، ولكن ما كان حتى حاجه. درك اختي لابور هذه في ذراعها عندها 14 يوم. ما كان حتى ما دار حتى حاجه. الساعه هذه ما كان والو. شكرا جزيلا لك يا سيده صباح بو معرف، نتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل لشقيقتك وتدخل كل المسؤولين على مستوى المستشفى مستشفى مريم بوعتورة بباتنا.